نشرة مسائية مفصلة نقدمها إليكم عبر تلفزيون لبنان وتبثها أيضا إذاعة لبنان الرسمية. مساء الخير. لم يعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقتصرا على مئات الليرات، بل صار الارتفاع بمعدل 1000 ليرة يوميا، أو هكذا بدت حركة السوق بين الأمس واليوم. ومع هذا الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، ارتفع عدد المؤسسات التجارية التي أعلنت إفلاسها، وعدد المدارس التي ودعت طلابها، ومحطات المحروقات التي أقفلت بالشمع الأحمر، وأصحاب المولدات الذين يمتنعون عن إضاءة القرى والأحياء، كما ارتفعت أصوات المطالبين بتحسين رواتبهم، وهدد قطاع النقل البري بالتصعيد، وتفيد طلبات جوازات السفر بارتفاع مخيف في أعداد طالبي الهجرة، والأهم ازداد عدد الجياع، حتى شهدت مواقع التواصل الاجتماعي عروضا للمقايضة تدعو أقله للبكاء، حين تعرض بعض العائلات ملابس أطفالها لمقايضتها بعلبة حليب أطفال. واللائحة تطول لتشمل عداد الكورونا الذي سجل اليوم 35 إصابة جديدة. ننتقل الآن إلى السراي الحكومي لنستمع إلى حاكم مصرف لبنان. اليوم أطلق مصرف لبنان المنصة الإلكترونية اللي راح تنظم التداول بين الصرافين على أسعار العملة، وبينضم لها كل الصرافين اللي هن مرخصين. خلال أول جلسة اليوم صار في تداول بين بيع وشراء بأكثر من 8 مليون دولار على سعر 3850 ل 3900 ليرة. هالمنصة رح تتفعل أكثر، وهي رح تكون المرجعية الأساسية للسوق اللي له علاقة بتبادل الأوراق النقدية بين العملات الأجنبية بالأخص الدولار والليرة اللبنانية. بالنسبة للمصارف، هالمصارف فيها تنضم لهالمنصة كما أنه، ولكن السعر الرسمي رح يبقى لدى المصارف ب 1515، لأن هالشي عم بيساعد بضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية وأيضا الطحين. بما يتعلق بالسوق السوداء، أكيد البنك المركزي بلبنان مثل أي بنك مركزي بالعالم ما بيتعاطى أو ما في إمكانية لمقاربة هالسوق، وهو بالفعل سوق عم ياخد دعاية أكثر مما بيستاهل، لأن الحركة بهالسوق هي ضئيلة، ولأن منا منظمة، ولأن في مين مكان يحط السعر اللي بيريده ويقدر يوضعه على التواصل الاجتماعي. فالهدف تبع مصرف لبنان رح يكون انه اكبر قسم من الاسواق اللي فيها تبادل بالقطع، يعني ما يشكل تقريبا 90%، تكون ضمن اسواق منظمة ان كان عبر المصارف او الصرافين المرخصين. نحن بصدد نعمل خطة وننفذها، نبلش ننفذها جمعة الجاي، حتى نقلل على المواطن أثر تعالية سعر الصرف. كيف رح نعمل؟ رح نوسع لائحة المواد اللي عم ندعمها، المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية. رح ناخد فوق 200 سلعة رح ندعمها
بزيت السعر يعني على 3200 ليرة، ورح نتأكد أنه لما هالسلعة رح تستورد نشوف شو رح تكون سعرها للمستهلك، ونتأكد أنه هالسعر المستهلك رح يعرف شو هو. مثل ما اليوم للسلع الأساسية حطينا كل السلع يلي دعمناها على الويب سايت طبعنا، وحطيناه حتى كل المواطن يقدر يشوف شو هن السلع يلي دعمناها وشو هي الأسعار، حتى كمان إذا بيشوفوا هالسلع بأسعار غير اللي نحنا حددناها كسعر أقصى يقدروا يتصلوا فينا حتى نرجع ناخد الإجراءات اللازمة حتى نوقف هالجشع إذا صار. هيدي الليحة لازم تخلينا نغطي الأغراض بين 70-80% من حاجات المواطن، بين البنزين مع البنزين والفيول المازوت الخبز والأدوية. بيكون المواطن قدرته الشرائية كبرت بالنسبة للي عم بيصير اليوم. هيدي الآلية بتخلص أوائل جمعة الجاي، وبتنحط قيد التنفيذ آخر جمعة الجاي. وشكرا. شكرا. بما خص اللي تفضل فيه سعادة الحاكم، نحن معنيين بالسوق السوداء، مش معنيين بتحديد سعر الصرف. نحن كأمن عام أنشأنا غرفة عمليات عم تتلقى، وعممنا أرقام تليفونات عم تتلقى هالغرفة الشكاوى من المواطنين على قاعدة إنه كل مواطن خفير، ومنوجه دوريات لمكافحة السوق السوداء. فيني أقول إنه صرنا موقفين أكتر من 150 صراف شرعي وغير شرعي عم بيتجاوزوا السعر الرسمي اللي أطلقته نقابة الصرافين بتوجيه من سعادة الحاكم. بما خص السلة الغذائية كمان للأمن العام له دورنا، بما أنه الأيتمز أو المواد اللي تكلم عنها معالي الوزير أصبحت مدعومة، حيكون في دوريات لحماية المستهلك لا تتأكد من أنه السوبر ماركت وغيرها عم يتأيدوا بالأسعار وبنسبة الأرباح المسموحة من الوزارة. هاي الدوريات راح تكون مواكبة من قبل الأمن العام. هلأ انطلاقا من حرص دولة الرئيس على الأمن الغذائي، هيدي السلة أو التجار اللي بدون يستوردوا المواد رح نحط آلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لنتأكد أنه هاي المواد المستوردة ومدعومة عم تتوزع مش عم تتخزن بانتظار مزيد من ارتفاع الأسعار. هيدي الآلية هي الأساس، لأنه المطلوب هو أن يستفيد المواطن مهما بلغ سعر الدولار بالسوق السوداء، المطلوب أن يستفيد المواطن من السلة المدعومة من وزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان، ونحن علينا مراقبة هذا الموضوع. وشكرا. إذن كانت هذه التصريحات بعد لقاء عقده رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب مع كل من وزير الاقتصاد راؤول نعمة وأيضا حاكم مصرف لبنان رياض سلامي واللواء عباس إبراهيم. الآن نعود إلى متابعة نشرتنا ومتابعة مقدمة هذه النشرة. ألا مروا أن لائحة الشكوى هذه إنما تكبر بالتزامن مع جملة تصريحات تمعن في المشهد تعقيداً، منها ما أعلنته رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بأنه لا يوجد سبب بعد لتوقع حدوث انفراج في الأزمة الاقتصادية في لبنان. أما السفيرة الأمريكية في بيروت فقالت إن مليارات الدولارات في لبنان ذهبت إلى دويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية، فيما قدرت وكالة رويترز أن الليرة اللبنانية فقدت 80% من قيمتها في الآونة الأخيرة. المواطنون كالعادة لجأوا إلى الشارع يشكون همومهم ويرفعون الصوت. بعضهم لجأ إلى قطع الطرق في عدة مناطق حيث عملت وحدات الجيش على إعادة فتح عدد منها، فيما قصدت مجموعات وسط العاصمة وأخرى جادة مصرف لبنان. البداية من وسط بيروت مع الزميل بيير البايع. بيير أعطيك العافية، كنا معك منذ قليل وكانت الأجواء هادئة، كيف تطور الموضوع أو الأمور تطورت في رياض الصلح؟ هل الأمور ما زالت هادئة أم هناك تطورات مختلفة؟
إذن يبدو أن بيير لا يسمعنا، سنحاول أو هناك مشكلة تقنية سنحاول الاتصال به من جديد. بيير إذن نعم، الزميل بيير أصبح معنا على الهواء. إذن سنعود إلى الزميل بيير فور حل المشكلة التقنية. أمام مصر في لبنان محتجون وتلاسن مع موكب الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. الزميل توني منصور كان هناك وعاد بهذه التفاصيل. مساء سعر صرف الدولار حدود 8000 ليرة لبنانية مساء الجمعة. تجمع عدد من الشبان أمام المركز الرئيسي لمصرف لبنان في شارع الحمراء منددين بالسياسة المصرفية وبسياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي. المتظاهرون حملوا يافطات كتب عليها فليسقط حكم المصرف، كما حملوا أرغفة خبز وكتبوا عليها الدولار يساوي 8000 ليرة. واعترض متظاهرون طريق الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أمام مصرف لبنان في الحمراء، وقد دار حوار بين الحريري والمتظاهرين قبل أن يطلبوا منه المغادرة مطلقين هتافات مناهضة للرئيس سعد الحريري. رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أعلنت أنه لا يوجد سبب بعد لتوقع حدوث انفراجة في الأزمة الاقتصادية في لبنان. لفتت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا إلى أن مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية، مشددة على أن قانون قيصر ليس موجها ضد اللبنانيين والاقتصاد اللبناني، وهو لا يستهدف إلا نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه. وأوضحت شيا في حديث متلفظ أن المقصد من قانون قيصر تجفيف تمويل النظام الذي يقتل السوريين، وقالت: كنت واضحة بطمأنتي للبنانيين بأن قانون قيصر لا يستهدفهم، وأكدت أن مطالب اللبنانيين محقة وعلى الحكومة الالتزام بمطالب 17 تشرين الأول، فهذا الحراك مطلبي وعضوي وعفوي، معتبرة أنه مضحك من يتهمنا بأننا وراء حراك 17 تشرين، فهي حركة مطلبية محقة. رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي أعلن تأييد القيادة الوسطى لاستمرار تمويل الجيش اللبناني، وقال ماكنزي: إننا في القيادة المركزية نعيش في أرض خيارات أقل من الكمال، وأعتقد أنها توفر أفضل فرصة لتوفير الأمن والسيادة للبنان. أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي بأنه أعيد فتح السير على أوتوستراد الجي مفرق برجة بالاتجاهين. المواطنون عبروا عن حزنهم وألمهم لما حصلت جراء سوء الأوضاع الاقتصادية، وأحدهم يقول: جعنا. تحت ضغط تعدد أوجه الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، عاد الشارع إلى تصعيد تحركه اعتصاما وقطعا للطرق الرئيسية والداخلية، وإلى الاعتصام أمام عدد من الوزارات والمؤسسات. وقد استفاق اللبنانيون منذ الخامسة فجرا على توالي أنباء قطع الطرقات الرئيسية في عدد من المناطق والتي تشكل شريانا للربط مع العاصمة شمالا وجنوبا. الوضع الاقتصادي المتردي لم يعد يحتمل، الغلاء فاحش بفعل تدني سعر صرف الليرة أمام الدولار، الأمر الذي دفع العديد من المحال التجارية إلى إقفال أبوابها بشكل مؤقت، كون الخسارة جسيمة وتقع على عاتق كل من التاجر والمواطن، إذ فاق سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة 7000 ليرة، وذلك بانتظار ما ستؤول إليه أوضاع سعر الصرف قبل إعادة فتح محالهم للتمكن من الشراء والمبيع. جميع جوعانين، بعض بعنا ناكل، كل الشعب جاع بطرابلس، كل الناس عم تقول بالجوع، الدولار 8000، وين اخذين اخر وين اخذين البلد؟ البلد راحت، ما هو في بلد، خلاص باي باي بلد.
يعني بتمنى بكل شعب لبناني وشعب طرابلسي ما يخلوا منفس هواء إلا ما يسكر. التحركات الاحتجاجية في مختلف المناطق تواصلت من الجنوب إلى الشمال وصولا إلى البقاع، إذ عمد محتجون إلى قطع طرقات ملوحين بتحركات تصعيدية، إضافة إلى إقامة تجمعات أمام عدد من المصارف تنديدا بالسياسة المصرفية لا سيما في مدينة صيدا. من جهة أخرى، لوح عدد من المدارس الخاصة بالإقفال بسبب تعثر أكثرية الأهالي عن دفع المستحقات المتراكمة عليهم منذ العام الفائت والأعوام التي سبقتها، كما أن بعض إدارات المدارس في صدد الاستغناء عن خدمات عدد من الأساتذة وموظفين إداريين. ونعود مجددا إلى وسط بيروت مع الزميل بيير البايع للاطلاع طبعا على حركة الأجواء هناك في وسط بيروت وأيضا حركة المحتجين. بيير، مساء الخير، كيف هي الصورة لديك الآن في وسط بيروت؟ نعم مساء الخير ابتسام. في الواقع المحتجون والمنتفضون انتقلوا من ساحة رياض الصلح إلى ساحة الشهداء، ومن ثم إلى هنا إلى منطقة الجميزي، إلى داخل الجميزي. ولكن قبل أن أتابع هذه الرسالة، على ما يبدو هناك إشكال حصل منذ قبل. إذن ليس هناك من إشكال، الأمور لازالت على ما يرام. ابتسام التظاهرة ستستمر وستصل إلى أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة مرم خايل، وانضم إليها الكثيرون هنا في منطقة الجميزي أثناء عبورها في هذه المنطقة. ليش اليوم عم تتظاهروا؟ لوين رايحين؟ ليش عم نتظاهر؟ لعن ولا شيء ولا شيء ولا شيء ظابط بهالبلد، الحكم صار بوليسي، الدولار عم يطلع، الناس جعانين، ولا شيء ظابط بهالبلد، فشو بدنا نقول؟ اكيد بدنا نتظاهر وبدنا نحاول نغير. شكرا لك مدام. كمان لوين بدكم توصلوا؟ شو الرساله يلي اليوم بدكم توصلوا؟ حالي بالويل، شو بدي اوصل؟ حالي بالويل، بتعرف شو ما في زمن احكي يعني، لازم تمقلنا بأي الكل اذا شفقان على ويل. نعم شكرا لك. شكرا. نعم وضحت فكرتك ابتسام. كان لافت يعني النداءات اللي وجهها المعتصمون هنا في الجميزي لكل من يرتدون المقاهي هنا للانضمام اليهم ومساندتهم في هذه المسيره، ضمن هيك يعني عبارات مهضومه اذا صح التعبير، يدعونهم للانضمام اليهم. وقد لبى العديد من الناس اللي كانوا موجودين بالمقاهي وبالمطاعم هنا في الجميزي، لبوا دعوه المحتجين وانضموا لهم وساروا معهم الى منطقه مرم خيل. رح ننتقل نحن كمان بدورنا الى منطقه مرم خيل، الى امام مبنى مؤسسه كهرباء لبنان للاطلاع اكثر على ما سيحدث هناك. هذا كل شيء. نعم شكرا لك بيير على هذه المعلومات. استمرار تصاعد الدولار الأمريكي في السوق السوداء تزامن مع إطلاق المنصة الإلكترونية للتسعير، فهل تنجح الإجراءات بلجمه؟ تقرير نيلة شهوان. سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا في السوق السوداء بالتزامن مع إطلاق المنصة الإلكترونية لتسعير العملات الأجنبية، وتجاوز سعر الدولار 7,000 ليرة في السوق السوداء، فيما استمر الصرافون بتطبيق التعميم الأخير بشأن تزويد المواطنين بالعملات الأجنبية وفق الفئات المحددة، ما تسبب بازدحام خانق أمام محلات الصيرفة. وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الجمعة حصرا بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى. من جهته أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سليمي أنه انطلق اليوم العمل بالمنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة للتداول في العملات بين الدولار الأمريكي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الإلكتروني المسمى صيرفة، وكان تداول الأسعار اليوم بحدود 3850 و 3900 ليرة للدولار الواحد، وقد تأمنت السيولة على هذه الأسعار وجرت العمليات على أساسها. وأكد في بيان أن سعر الصرف الرسمي في المصارف يبقى على 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار. أما الأسعار التي يتم تداولها عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بما يسمى السوق السوداء فلا علاقة لمصرف لبنان بها ولا مسؤولية عليه.
مؤتمر صحفي لرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي حول الأوضاع المعيشية، نتابع. طرح رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيت خلال مؤتمر صحفي إجراءات عاجلة لتسهيل إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية. الخطة قسمت إلى 4 مسارات، أبرزها العلاقة مع الدولة بعدم فرض أي ضرائب ورسوم جديدة لمدة 2، استخدام القدرة القصوى للدولة في مكافحة المنافسة غير الشرعية كالتهريب والتهرب الضريبي، تجميد تسديد الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2019 وعن الأشهر 9 الأولى من 2020، وتأجيل دفع مستحقات المؤسسات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العام 2020. أما في العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان، أكد عربيد في حاجة لخفض الفوائد المدينة للمؤسسات والأفراد بصورة فورية، ونقترح أنه تنزل 3% اللي هو الفائدة العالمية وبكتير بلاد أقل. لا يجوز أنه يضل قطاع المصرفي عم بيشرج على التسليفات القديمة وعلى المؤسسات فوائد عالية، لما نعرف نحن أن الودائع وطت جدا، يعني لمست الصفر على الودائع. هيدا إجراء سريع، نتواصل مع جمعية المصارف ومع حكمية مصرف لبنان، بس خاصة مع جمعية المصارف، بيحكوا عن البي آر آر وبعده البي آر آر بنسب عم بينزل، بس العملية كتير بطيئة ولازم تقدر المؤسسات بسرعة توصل إلى توافق على هالشي. وفي العلاقات التعاقدية، تتضمن الخطة خفض الإيجارات بالتفاهم بين المالكين والمستأجرين للأفراد والمؤسسات عن العامين 2020 و2021، وتتضمن الخطة أيضا إنشاء صندوق بطالة لمساعدة العاطلين عن العمل والاستمرار بدعم الأسر الأكثر فقرا لعامي 2020 و2021 بمساعدة مالية مباشرة، إضافة إلى تحفيز الصادرات وفق ما ورد في موازنة 2020. اليوم أنتم كمجلس اقتصادي اجتماعي في موضوع التهريب يلي هو موضوع أساسي، ليش لهلأ منبت وليش لهلأ ما اتخذ القرار بإقفال المعابر غير الشرعية؟ اليوم أنتوا عندكم، يعني عندكم القوة وبتقدروا تضغطوا على هذا الموضوع، صح؟ أول شيء أنا بشكرك، بس أنت بتعرفي أنه المجلس الاقتصادي الاجتماعي ما أنه سلطة تنفيذية. إيه بس عندكم رأي. نحن عنا رأي وعنا نحن نقدم رؤى وسياسات ودورنا استشاري. على كل حال هون بدي أغتنم الفرصة لقلك، هذه الورقة اللي تسلمت للحكومة هذه غير ملزمة، هيدي هن بيشوفوا شو بيشوفوا مناسب وبيقدروا ياخذوا منها. نحن عملنا الشغل له علاقه بالقطاعات. برجع بقول لك ما بينتظم العمل اذا ما وقفنا موضوع التهريب. هيدا ما عاد طرف، مش خيار، هيدا ضروره انه باسرع وقت تنضبط الحدود. وبعتقد اذا في قرار تمشي، وكلنا بنعرف كلبنانيين هذا قرار بالسياسه اولا. أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 35 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1697، وأوضحت أنه تم تسجيل 34 إصابة بين المقيمين خلال الساعات 24 الماضية وإصابة واحدة بين الوافدين، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1144 ولم تسجل أي حالة وفاة، ليبقى العدد الإجمالي مستقرا عند 34 حالة وفاة. أهلا بكم من جديد. نعود إلى الزميل بيير البايع من أمام شركة كهرباء لبنان للإطلاع على الأجواء هناك. بيير إليك، تفضل.
نعم وسيم، منذ لحظات قليلة يعني عبرت المسيرة التي كانت انطلقت من رياض الصلح ساحة الشهداء الجميزة، وصلت إلى منطقة الصيف مرم خايل أمام مؤسسة كهرباء لبنان وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت عند مدخل مؤسسة كهرباء لبنان. كما نرى بعدسة الزميل شكري صباغ لم يحدث أي احتكاك بين المتظاهرين، حتى أنهم لم يقتربوا من مبنى المؤسسة، إنما الإجراءات الأمنية ترافق هذه المسيرة وسط زحمة سير خانقة إذا صح التعبير في منطقة الجميزة للقوى الأمنية والجيش اللبناني الذي يتابع ويرافق هؤلاء المعتصمين أو المنتفضين إذا صح التعبير هنا في منطقة الجميزة. المسيرة الآن انطلقت إلى الشارع حيث توجد المقاهي وإلى هناك يعني، ويعني بفتكر أنه ستنتهي هذه التظاهرة في منطقة مرم خايل في شارع المقاهي، ولم يتم إقفال جسر الرينج كما ذكر سابقا. نعم بيير، شكرا لك على هذه التفاصيل. بالطبع نعود إليك فور ورود أي جديد. رئيس الجمهورية تطرق أمام زواره لأهمية تنمية الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والوزيرة شريم تعلن من قصر بعبدة عن وضع استمارة وخطوط عريضة لاستراتيجية التنمية الريفية. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أن الوضع الحالي قد زاد من نسبة العوز وأرهق كاهل اللبنانيين، مشددا أمام وفد من كاريتاس على أهمية تدعيم مقاومات العيش الكريم والدفاع عن الإنسان كي يبقى قادرا على تناول لقمة العيش. نحن همنا الأول اليوم نحقق الاكتفاء الغذائي للشعب اللبناني وكذلك الأمن. بالأمن عم يتردد الوضع شوي شوي، لأنه كل المظاهرات اللي صارت بالأول كانت بالفعل ديمقراطية وعم تظهر حاجاتها قدام الحكم، ولكن بعدين بلشت بالشغب، دخلت عليها عناصر غريبة، فرق متخصصة بالإرهاب، وعملنا هيدا بعتقد بيتوافق مع المساعدة للإنسان حتى يعيش كمان، والدفاع عنه حتى يضل يقدر يأكل ويقدر يشتغل. بقى طبعا علينا نحن واجب، لو رح نقوم بهالواجب من ضمن طبعا قدرات الدولة كتير محدودة بهالأيام، ولكن رح نسعى. رئيس الجمهورية اطلع من وزيرة المهجرين غادة شريم على مسار المصالحات في القرى اللبنانية، وأكدت شريم أن الوزارة وضعت استمارة وخطوط عريضة لاستراتيجية التنمية الريفية، وسيتم الإعلان عن خطوات عملية في هذا المجال لخير سكان الأرياف وللمهجرين، وتحدثت عن مصير ملفات العودة. مثل ما بتعرفوا وزارة المهجرين في عندها لوائح محطوطة على موقع الصندوق للي استحقت مدفوعاتهم، وبالإضافة لذلك أكيد نحن عم نرسل كتب لهلأ حديثا، أرسلنا كتب للبلديات بكل لبنان، طلبنا منهم يرسلونا لوائح بالعقارات الموجودة عندهم والتي لا تزال متضررة، يعني اللي هي أكثر إلحاحا، لنطبقها مع الطلبات اللي عندنا ونرجع نكشف عليها ونقدر نعمل أحصى بكلفتها النهائية لنعرف كيف نتصرف معه وقديش البجير بدنا نحط لها إياه. وفي القصر الجمهوري النائب فريد البستاني، وتم تطرق إلى حاجات منطقة الشوف والجبل والوزير السابق منصور بطيش، وكان عرض في الشؤون الاقتصادية. رئيس مجلس النواب نبيه بري استمع من نقيبي المحامين ملحم خلف ومحمد مراد إلى مطالب المحامين، والتقى محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وفي عين التين سفير جمهورية سلوفاكيا لدى لبنان والعراق والأردن وسوريا لومبير ماتسكيو في زيارة وداعية.
في السراي اجتمع رئيس الحكومة حسان دياب إلى السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتري وجرى عرض للأوضاع الراهنة في لبنان. السفير البابوي أكد دعم الفاتيكان للبنان وللحوار بين اللبنانيين وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة. وكان الرئيس دياب قد عرض أوضاع الجامعة اللبنانية مع وزير التربية الدكتور طارق المجذوب ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب. لبينا دعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب إلى اجتماع مخصص لمناقشة شؤون الجامعة اللبنانية، فدولة الرئيس يبدي حرصاً شديداً على الاهتمام بهذه المؤسسة الوطنية الجامعة، وقد أعطانا دعماً مطلقاً لما فيه خير جامعة الوطن، وتوافقنا سعادة رئيس الجامعة اللبنانية وأنا على وضع خطة تتضمن بنود عمل من أجل ترجمة هذه التوجهات، وهي بنود تتضمن كل الملفات التي تعنى بالجامعة، كما اتفقنا على عقد اجتماعات مكثفة لأجل هذه الغاية، وإن شاء الله تكون هنالك نتائج قريبة نعلنها تباعا. نشكر دولة رئيس مجلس الوزراء على دعوته الكريمة، ونشكره على تأكيده الدائم على دعم الجامعة اللبنانية وتحقيق مصالحها، وسنعمل على إجراء لقاءات دورية لتناول كافة المواضيع المتعلقة بالجامعة لإنهائها بما فيه خير أهل الجامعة جميعا، أساتذة وموظفين وطلاب. ونحن ندرك حرص معالي وزير التربية والتعليم العالي الشخصي على الجامعة الوطنية وتفاعله الإيجابي مع شؤونها، وسنكون فريقا واحدا لتحقيق كل المصالح الخاصة بالجامعة اللبنانية. كان هذا كل شيء في النشرة. أنا وابتسام نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.